السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول فقرة عايز اتكلم فيها هو الرد على قناة الزمالك ومجموعة الهزازين المتحدة اللي شايفين ونزلوا جدول لمباريات الاهلي في الدوري المغربي الدوري المصري ومباريات الوداد في الدوري المغربي، وان الوداد لعب مباراتين اكتر من النادي الاهلي، وقال لك ازاي وليه الاهلي يتأجل له 6 ماتشات وده مش فير ونوت فير، وعمالين يهيجوا الدنيا على النادي الاهلي. انا عايز بس اقول بالارقام، انا هرد بالارقام، عايز اقول لخالد الغندور ومجموعة الهزازين المتحدة اللي بيدعوا مجاملة النادي الاهلي محليا، ان النادي الاهلي الدوري المغربي يا جماعة بدأ 2-9، افتكر التواريخ، الدوري المغربي بدأ 2-9 بينما الدوري المصري بدأ 19-10، يعني بعد الدوري المغربي بشهر و17 يوم الاهلي لعب، او كان 9 اكتوبر عفوا الدوري المصري والدوري المغربي 2-9. في بطولة الدوري الاهلي لعب 24 مباراة، الوداد لعب 26 مباراة. في الكاس الاهلي لعب 3، الكاس كاس العرش المغربي لعبوا 3. كاس السوبر الافريقي الوداد لعب مباراة، الاهلي ما لعبش لانه ما كسبش البطولة. السوبر المحلي الاهلي لعب ماتشين، الوداد ما لعبش ولا مباراة. دوري الابطال 13-13. كاس العالم للاندية الاهلي لعب 4 ماتشات، الوداد لعب مباراة واحدة. اجمالي عدد المباريات للاهلي 46 مباراة، للوداد المغربي 44 مباراة. الاهلي لعب 46 مباراة في فترة 218 يوم، الوداد لعب 44 مباراة اقل من الاهلي مباراتين في مدة 234 يوم. معدل المباريات الفترات البينية بين كل مباراة والتانية، الاهلي بيلعب كل 4 ايام و7 من 10 مباراة، كل 4 ايام و7 من 10 يوم بنلعب ماتش. الوداد بيلعب مباراة كل 5 ايام و3 من 10، يعني كل 5 ايام ونص تقريبا الوداد المغربي بيلعب مباراة. يبقى مين اللي مرتاح اكتر؟ الوداد. مين لعب ماتشات اكتر؟ الاهلي. لكن خالد الغندور على قناة الزمالك اتعودنا منه تغيير الحقائق، تزييف الحقائق، طالع يتكلم على ان الاهلي لعب اقل من الوداد المغربي، وان الاهلي اتأجل له مباريات اكتر من الوداد المغربي. عايز اقول ان الاتحاد الدولي لكرة القدم الموقع الرسمي فيفا اتكلموا عن فضيحة الفير بلاي في مباراة الاتحاد والزمالك، اتكلموا على لاعب الاتحاد المصاب على الارض، وان لاعب الزمالك زيزو خد الكرة وراح سجل هدف بيعتبر احقر هدف في تاريخ كرة القدم، هدف ينسف مبدأ الفير بلاي، هدف ينسف ويدمر مبدأ الفير بلاي اللي بينادي بيه الاتحاد الدولي لكرة القدم. احمد حسام ميدو، انا ما اعرفش احمد حسام ميدو، يعني قمة قلة الذوق انك تتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ايه دخل الصحابة يا ميدو بكرة القدم؟ هل وقت صحابة رسول الله كان في لعب كورة؟ ايه دخل الكورة بالدين؟ احمد حسام ميدو عشان يبرر هدف الزمالك ويديله الصلاحية ويديله سك البراءة، قالك الحناوي لاعب الاتحاد ممثل عظيم، لقى الكورة تولت منه عمل فيها مصاب، والله لو حد من الصحابة جات له الكورة ما كانش هيطلعها بره. يقول الله سبحانه وتعالى
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. يا أخي ميدو دي كورة، معرفش إيه اللي جاب الكورة للصحابة. تعرف إيه أنت عن صحابة رسول الله عشان تتكلم عنهم بالتطول والسفاهة دي؟ عايز تتكلم عن الكورة، ملعون الكورة لأبو اللي صنع الكورة. لكن إيه اللي جاب الكورة للدين؟ إيه اللي جاب الكورة للدين؟ هل ينفع تشبه لاعب بيلعب كورة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد احنا بقينا في زمن صعب جدا، بقينا في زمن نقدر نقول عليه واحنا حاطين بطيخة صيفي في بطننا، بقينا في زمن الرويبضة، بقينا في زمن الرويبضة. عايز اقول ان الكاتب عمر طاهر ده كاتب من الناس الزملكاوية الجامدين، قال لك ده لو عيال مش متربية وبتلعب ماتش في الشارع ما تجيبش الجون الاولاني ده، سيبوا لنا حاجة نتعايق بيها حتى قدام الناس. الكاتب عمر طاهر مشتاق جدا من الهدف الحقير اللي سجله فريقه في نادي الاتحاد السكندري عشان ياخدوا 3 نقاط، ويا ريتهم هينفعوا الزمالك. يعني يا جماعة الزمالك حتى لو كان خسر امبارح كان هيفضل في المركز الرابع. الزمالك من شهر رمضان وهو في المركز الرابع، يعني من قبل رمضان الزمالك في الرابع، جه رمضان صمنا واتسحرنا وافطرنا عيدنا داخلين على العيد الكبير وهندبح ولسه برضو الزمالك في المركز الرابع، والدورة هيخلص والزمالك في المركز الرابع. يعني الجون ده لا هيقدم ولا هيأخر، لكن انت خسرت الاكاذيب اللي كنت بتروج ليها. ايه الاكاذيب اللي كانوا بيروجوا ليها؟ ان احنا بتوع الفير بلاي، ان احنا اللي احنا بتوع مدرسة الفن والهندسة. علموك كده في المدرسة يا ولا؟ علموك كده في مدرسة الفن والهندسة كده انك ما يبقاش عندك اي روح رياضية خالص؟ كابتن احمد سليمان مع احترامي الكامل قال لك كهربا مش افضل من زيزو. طبعا احمد سليمان بيشتغل شغل انتخابات على تقيل، احمد سليمان عايز يعمل فرشة ليه. عارف انت لما بيقرب الموسم بتلاقي كده التجار بتوع الملابس بيعمل فرشة، احمد سليمان عايز يعمل الفرشة بتاعته، فرشة الانتخابات، فعايز باي شكل من الاشكال يكسب اكبر قدر من الزملكاوية في صفه. وبالمناسبة وجود مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك لأطول فترة ممكنة هو في صالح نادي الأهلي وليس العكس. يعني أنا أتمنى أن مرتضى منصور يفضل طول عمره رئيس لنادي الزمالك، هو والناس اللي حواليه، عكس ما يكون في واحد زي أحمد سليمان أو هاني العتال أو أيمن عباس رئيس لنادي الزمالك. احمد سليمان عشان يكسب ود الزملكاوية قال لك كهربا مش افضل من زيزو، بالعكس ابسولوتلي زيزو احسن من كهربا، بس الفرق ان كهربا موجود في فريق مستقر فنيا واداريا، لكن زيزو في الزمالك بيعاني بسبب عدم الاستقرار الفني للفريق وهبوط مستوى اللاعبين والتغييرات اللي بتحصل باستمرار، لكن زيزو بارقامه افضل لاعب في مصر. وانا بس عايز اقول للاستاذ احمد سليمان، زيزو لعيب كويس، لعيب كويس، لكن ارقامه ايه اللي بتتكلم عنها؟ يعني لعيب كل ضربات الجزاء فرقته بتاخد كل ماتش ضربه جزاء، كل ماتشين في ضربه جزاء مضمونه، ما هو لازم هو اللي بيشوط ضربات الجزاء. يعني لعيب انت مستني ايه من ارقامه؟ لكن تعالى على الصعيد القاري، انت بتتكلم عن كهربا، كهربا هو هداف دوري ابطال افريقيا، كهربا هو هداف دوري ابطال افريقيا، 6 اهداف مفيش منهم هدف بضرب الجزاء، كلهم لعب مفتوح، كلهم لعب مفتوح. حسين الشحات اكتر لاعب عامل اسيستات في دوري ابطال افريقيا، بيرسي تاو عامل اسيستات في دوري ابطال افريقيا اكتر من احمد زيزو، احمد زيزو راس ماله ضربات الجزاء اللي بياخدها
في الدوري المصري، هو ده راس مال زيزو. عشان كده في افريقيا زيزو بيبقى بالونه، بالونه غير موجود على الاطلاق، ملوش اي دور خالص خالص. لكن في الدوري بيظهر. ليه بيظهر؟ لانه بيلعب مره المقاولين، مره الاتحاد، مره الاسماعيلي، مره مش عارف مين، وكل ماتش ياخد له ضربه جزاء وبيروح يشوطها. هو ده شغل زيزو، هو ده شغل زيزو. لكن في افريقيا ما بيبانش. ليه زيزو؟ لان افريقيا ما بتديش ضربات جزاء. في افريقيا في تحليل لضربات الجزاء مش لحاجه تانية. عايز اقول النادي الاهلي ينافس انديه اوروبا للحصول على خدمات الدبابه الايفواريه والفيل الايفواري جان فيليب كاراسو. النهارده الورقه اللي هوريها لك دلوقتي ده العرض المالي المقدم من نادي ريد ستار بلغراد. اهو ده العرض المقدم للاعب، كبر لك الصوره شويه، ده العرض المقدم للاعب كاراسو، عرض بقيمه 1,000,000 يورو، 3 سنين من ريد ستار بلغراد، 3 سنين للاعب كاراسو. امير توفيق دلوقتي بيتواصل مع وكيل كاراسو اسمه الكسندر بيرت، فرنسي الجنسيه. النادي الاهلي عارض، وصل عرض النادي الاهلي الاخير 1,800,000 دولار. هتقول لي ازاي نادي ريد بلغراد، ريد ستار بلغراد، عارض 1,000,000 بس يورو؟ الاهلي ليه عارض 1,800,000 دولار؟ هقول لك، لان اللاعب نفسه طالب 2.5 مليون دولار. اللاعب عنده عرض من مونشن جلادباخ الالماني، وعنده عرض من سامسون سبور التركي، وفي كلام عن احد اندية الكيان الصهيوني ايضا عارضين عرض للاعب جان فيليب كاراسو. معرفش اللقطة بتاعت دونجا مع زيزو في مباراة الامس وبعد الهدف اللي احرزه نادي الزمالك امبارح، هدف سيف الدين الجزيري، لقطة معيبة، لقطة ما ينفعش تصح او لا يصح انها تظهر في ملاعبنا. لقطة يعني ابسط حاجة تتقال عليها فعل فاضح في الطريق العام، فعل فاضح في استاد القاهرة. يعني يا جماعة لعبنا كتير في الشارع، في الشارع لعبنا كتير في الساحة، ما شفناش اللقطة دي بتحصل، ما شفناش اللقطة المعيبة دي بتحصل. ما ينفعش طبعا، ما ينفعش اوريك الصورة، ما ينفعش اوريك الصورة بأي حال من الأحوال، لكن الناس اللي شافت الصورة عارفة أنا بتكلم على إيه. اللعيبة حضنة بعض، راح جاي دونجا من ورا وراح عامل اللي عمله بقى، راح عامل اللي عمله بقى. طبعا السكوت على الموقف ده جريمة. رابطة الأندية المحترفة، أنتوا فين يا جماعة؟ أنتوا فين؟ هو ده مش فعل فاضح؟ هو النهاردة لو لعيب جاب جون وراح قلع الشورت وراح منزل كل حاجة، هو ده مش فعل فاضح هتعاقبوه؟ اه. طيب اللي حصل من دونجا في زيزو، اللي حصل من دونجا في زيزو وحصل قدام الناس كلها والكاميرات جابته، هل الاعلام الكتكوت اللي بيطلع يدينا محاضرات في الاخلاق والسلوكيات الحميده، حميده دي تبقى يور ماذر يا كتكوت، هل هيطلع يدي محاضره النهارده لدونجا بالفعل الفاضح اللي عمله في زيزو؟ ده ممكن زيزو يجيله البواسير على كده، ممكن زيزو لاعب منتخب مصر يجيله البواسير. ده على حسب قوة صباع دونجا. هل رابطة الأندية هتسكت؟ أنا معرفش لحد إمتى الكرة المصرية هتفضل في اندحار واندثار وتدهور، تدهور رهيب. هل لو فعل زي ده اتعمل في الدوري السعودي، اللاعب ده هيكمل كرة تاني؟ كانوا طردوه طردة البوبي، لكن عندنا هنطرمخ،
ليه؟ ده لاعب الزمالك يا ولد، ده لاعب الزمالك يا ولد. اتمنى الناس اللي ما شافتش الصورة او الفيديو يشوفوه ويتفرجوا عليه، وساعتها يعرفوا كان عندي حق لما قلت هو فعل فاضح ولا لا. شكرا ليكم.